ازاي نتحكم في العصبيه؟ والصراحه الرجاله بتبقى عصبيتهم اكتر، وصححي لي لو كان ده صح او غلط. شوفي، هي الست يعني الاغلبيه بيبقوا قاعدين في البيت، عليها لود الولاد وعليها لود الطبيخ، بس هي قاعده في البيت وقت ما بتحب ترتاح او تاخد هدنه كده بتقعد بتصلي الظهر، بتصلي الصبح، بتصلي الضحى، يعني بتاخد هدنه. الراجل بينزل من 7 الصبح وهو بيبقى طبعا ممكن يكون مطبق، خاصه اول اسبوع، علشان تعملي يعني ريتاتش للحاجات بتاعتك بقى اللي انت كنت متعوده عليها. كان بيقوم الصبح يشرب القهوه، يشرب السيجاره، يفطر، يعمل الكلام ده، فبيبدا يومه بحاجه تفوقه. لكن انا بنزله في وسط الزحمه الساعه 7 الصبح، بيبقى قايم علشان يتسحر من قبلها بيوم، فما خدش كفايته من النوم. قام طبعا ما فيش لا قهوه ولا شاي، قام على طول على الشارع، فبدا يومه اصلا غلط. ولا نوم ولا اكل ولا شرب ولا كافيين. برجله المواعيد، برجله مواعيد النوم، برجله القهوه والشاي وقله السكر، وان هو ممكن اول كام يوم كده ما بيبقاش بيتسحر قوي لانه مش واخد على الاكل في الميعاد ده. اول اسبوع نتجنب بعض على قد ما نقدر. نعمل ايه بقى؟ كلمة اللهم إني صايم دي يعني دي أروع حاجة بتفكرك أصلا، بتفكرك إن أنت صايمة. امسكي نفسك. هو الصيام عبارة عن إيه؟ إن أنت بتمسكي نفسك عن كل حاجة. ما هو الأكل ده شهوة، ما أنت بتفرمليها. طالما قادرة تفرملي إن أنت ما تاكليش، ودي أمتع حاجة الواحد بيعملها في الحياة، يبقى قادرة تعملي الحاجات التانية. العصبية لقيتي اللي قدامي متعصب قوي ومش مفيش كنترول عليه، أنا ببعد. بعد بقى بانه اقول له الجزء بتاعي لازم اقراه دلوقتي، ما تقراه معايا، ما نسبح شويه. اللي بتقف تسبح طول النهار وهي واقفه في المطبخ، وبدل ما تتكلم بالتليفون تسمع خبر يزعلها، او تتكلم مع جوزها وتقول له هات طلبات فيقول لها كلمه فترد عليه، الحاجات دي بنتجنب، نبعد يعني عن بعض شويه، خاصه قبل الفطار. المشكله ان الست تستنى جوزها يجي وهو قبل الفطار مش شايف قدامه. على فكره احنا عندها عايزين طلبات كذا، تلاقيها في اول يوم رمضان تقول له انا عايزه، خلي بالك احنا عندنا لبس العيد من اول يوم. ففي طلبات مستفزه تحط عليه لود اساسا زياده. بلاش اي كلام عن اي حاجه فيها فلوس قبل الفطار. دي فكره ذكيه جدا، ما نخسرش بعض. طيب ماشي، بلاش خلاص يا ست الفل، يا ست الكل، بلاش طلبات فيها فلوس خالص بقى في نهار رمضان. بعد ما الراجل يفطر كده ويشرب كوبايه الشاي او فنجان القهوه الحلو، واجيبها واحده واحده، اجيبها له بقى واحده واحده. يعني انا عايزه طلبات كتير، اجيبها واحده واحده. بلاش يعني، ما هو بلاش بقى ست، يعني لازم، محتاجه ذكاء. يعني العلاقه الزوجيه محتاجه سياسه زي الدبلوماسيه جامده جدا. بتقعدي تحاولي اللي قدامك، لان هو عليه لود رهيب ان هو عايز يكمل الشهر باكمل وجه. عايز يجيب كل متطلبات البيت من اكل وشرب وتجهيزات وحاجات وحاجات، فوانيس رمضان والتعليقات يعني احنا بنلود على نفسنا قوي. فهو عنده كل الحاجات دي هي في باله اصلا من غير ما انت تطلبي. فاما انت تقولي له انت حطيتي لود فوق الكركبه اللي في الدوشه اللي في راسه، ف يعني اجيبها له واحده واحده. يعني انا عايزه مثلا الطلبات اقسمها، ان فاضل مش عارف كام يوم كده على العيد. ممكن دي، وممكن حاجه تانية. كل واحده عارفه جوزها معاه قد ايه او يقدر يعمل ايه. بلاش كل عيد اجيب لبس عيد، يعني بلاش. ممكن اجيب بلوزه، ممكن اجيب بنطلون، الحاجات النواقص اللي نفسي فيها قوي، اللي ولادي نفسهم فيها قوي، اللي فعلا محتاجينها. لان هو يعني كل واحده عارفه جوزها مكفي ولا لا، عارفه جوزها معاه فلوس ولا لا، معاه فلوس قد ايه وتكفي قد ايه. بلاش اول كام يوم اتكلم في حاجه لسه لها شهر. بلاش اول كام يوم اجيب طلبات رمضان كلها. يعني يا ريت الناس تبقى عامله حسابها. احنا عارفين من السنه اللي فاتت ان رمضان هيجي في شهر 3 مثلا، ليه بنتفاجئ انه جه؟ ما انا عارفه من سنه، فانا ممكن كنت قبل رمضان باربع خمس شهور اجيب طلباته بدل ما اجيبها ليله رمضان. بيجيبوا ايه يا دكتور؟ يا مش رمضان الرز بزياده والسكر بزياده. انا عايزه بس ثقافه ان رمضان شهر الاكل دي تروح. بالظبط، لا هو شهر عادي، شهر الصيام اصلا. في حاجه انا مش فاهماها، طب ما الحاجه اللي هتنقص من البيت هنجيبها معانا واحنا راجعين، او هنتصل بالتليفون نجيبها. مش لازم نخزن بقى ونعمل لود وعبء على راجل البيت اكتر من كده يعني، وعبء على السوق. انت الحاجات اللي بتجيبيها ما هي بتغلى، لان انا بشدها مره واحده وباخد بكميات، فكل واحده ما ياخد بكميات ما هي نقصت. انت عارفه يا دكتوره،